وللحديث حول مجريات هذه الجلسة تنضم إلينا عبر الهاتف سعادة المحامية دلال الزايد، عضو مجلس الشورى ورئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس. مساء الخير أستاذة دلال، هي إذن سابقة أن ينعقد أو تنعقد جلسة لمجلس الشورى عن بعد، كيف تقيمون هذه السابقة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا تشرفنا كمؤسسة دستورية اليوم أن تعقد الجلسة استثناء عن الأصل في عقد جلساتها حضوريا وفق المكان المعتاد. طبعا جاء هذا القرار مستجيب للتدابير الاحترازية والوقائية المطبقة في الوقت الراهن، والحمد لله يعني جلسة اليوم كانت ناجحة بكل المقاييس من حيث مناقشة المشاريع القوانين التي كانت مطروحة للنقاش، وأيضا طريقة التصويت وأخذ الملاحظات الأعضاء، تقسيم الاقتراحات وكل الآليات يعني التي يجرى فعلا اتباعها في أي جلسة عامة للمجلس. وجاء عقد الجلسة أيضا بقرار من الرئيس استنادا لنص الدستور واللائحة الداخلية المنظمة لمجلس الشورى وبموجب الصلاحيات المنوحة له. طبعا صدرت القرارات والإجراءات المنظمة لعقدها وضوابطها، أيضا راعينا الضوابط الشكلية والموضوعية المنصوص عليها في اللائحة الداخلية. نعم أستاذة دلال، تفضلي. طبعا هذه الآلية فعلا احنا بحاجة لها، اول شيء علشان احنا نكون اجراءات متحوطين معها للاستعداد لاي طارئ، ان نكون فعلا محافظين على استمرار وعقد الجلسات في مواعيدها وتيسير المسائل التشريعية، خاصة ان يكون ايضا العنصر الاهم ان نحافظ دوما على تواجد النصاب القانوني المقرر لعقد الجلسة. نعم. فيما لو لا قدر الله أصيب أحد يعني من الأعضاء بأمر ما، فإمكانية نقل العدوى أو كذا، فمما يتعذر معه الحضور الفعلي في الجلسات. فهذه إجراءات فعلا التحوط فيها كان لازم. احنا اليوم فخورين أن أيضا تناقل على المستوى الوطني والعربي والدولي أن مملكة البحرين البرلمان عقد جلسات عن بعد، هذه كإحنا دولة خليجية. نعم. الحمد لله نحس أن هذا تقدم، وبيشجع أيضا البرلمانات الأخرى للأخذ بها طالما مرت الحمد لله بيسر وسهولة ومورست فيها جميع الصلاحيات التي تمارس الجلسات الحضورية. نعم أستاذة دلال، بالتزامن مع عقد هذه الجلسة عن بعد وبالتزامن مع الإجراءات الاحترازية، جرى خلال الجلسة إقرار تعديل على قانون المرافعات المدنية والتجارية يستحدث نظام لرفع الدعوى وإدارتها بالوسائل الإلكترونية. أهمية هذا التعديل في هذا الوقت بالتحديد؟ طبعا المرسوم جاء في زمنه ومكانه بالنسبة لأهم مرفق من مرافق الدولة ومؤسسات الدستورية وهو القضاء، في الوقت الذي كان فيه إجراءات أيضا وقائية من جانب وزارة العدل والمحاكم، تيسير عمل المحاكم، تم مثل ما نشر أن الوسائل الإلكترونية لتسجيل الدعاوى للترافع تبادل المذكرات، فكان طبعا يحتاج أنه يلازمه صدور قرارات تبين كيفية تلك الإجراءات. وزير العدل مشكورا وكذلك المستشار عبدالله البعينين، يعني تم خلال فترة وجيزة أسابيع إصدار تلك القرارات المنظمة لتسجيل الدعاوى عن بعد وكذلك متابعة القضايا، تبادل المذكرات، إصدار الأحكام، كلها بما يراعي قانون المرافعات المدنية والتجارية وكذلك قانون الإجراءات الجنائية والشرعية في ذات الوقت. هذه احنا فخورين اليوم انه يعتبر نقلة في عمل السلطة القضائية في مملكة البحرين. نعم. تناول كذلك مسألة كيفية إعطاء الفتحة للأفراد للتعرف على هذا النظام، مسألة النشر والترويج لتلك الوسائل وآلية استخدامها. اليوم توصلك رسالة نصية فيها أي قضية أنت مقيدها أو مقيدة عليك، تعرف المحكمة التي ستنظرها. نعم. المواعيد المقررة، ما هي القرارات الصادرة، استلام الأحكام عن بعد. هذه فعلا يعني في فترة وجيزة استطعنا. نعم. بتضافر حكومي ونيابي أن نسند هذه الخطوات بلا تأخير. نعم. بما يتوجب الاستعجال.
نعم فالحمد لله اليوم المرسوم نوقش بكامله وبالإجماع تم الموافقة عليه. اعتبرنا أيضا تصديه لمسألة تنفيذ أحكام التحكيم، بالإضافة إلى تحديد الاختصاص القيمي للمحاكم الصغرى في مطالبات محدودة حددت على سبيل الحصر. كلها يعني احنا نعتبرها خطوات إيجابية للأمام في كفالة حق بالتأكيد القاضي في سعادة مسألة عضو المحكمة. مجلس الشورى المحامية دلال جاسم الزايد، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، شكرا جزيلا لك.